أعلن وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف أنه سيلتقي نظيره التركي محمود جاوش أوغلو خلال الأسبوع الجاري في العاصمة الصربية بلغراد على هامش قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. في هذه الأثناء قالت وزارة الدفاع الروسية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأفرادا من أسرته متورطون في صفقات نفط تنظيم الدولة الإسلامية، وإن تركيا هي المستهلك الأكبر لنفط التنظيم.